بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كيف حالكم يا صف سادس؟ أتمنى أن تكونوا جميعا بخير. قد اشتقت لكم. هو من دروس القواعد الإملاء بعنوان حذف النون للإضافة. نحضر كتاب اللغة العربية والقلم وننصت جيدا. قوانين الاستماع إلى الدرس: أجل الجلسة صحيحة، أحضر أدواتي كاملة، أستمع إلى شرح المعلمة. تدريب العلاجي: املأ الفراغ بكلمة مناسبة تحتوي على همزة متوسطة. نفكر: محمد طالب وخلوق. من يستطيع أن يعطيني كلمة بها همزة متوسطة؟ أحسنتم، محمد طالب مؤدب. التهجئة: هيا نتهجأ. أسئلة: اقتدى، رمى. أحسنتم، يجب أن نرى الكلمات. حذف النون بسبب الإضافة، هيا لنرى. ما هذا؟ هيا لنرى. أهدافنا لهذا اليوم: أن يستخرج الطالب الكلمات التي حذفت منها النون استخراجا دقيقا، أن يعلل الطالب سبب حذف النون تعليلا صحيحا، أن يستنتج الطالب القاعدة استنتاجا سليما. حذف النون للإضافة، هيا نقرأ سويا. نظم معلم اللغة العربية مسابقة بين الطلاب في الإلقاء الشعري، ورأيت مشرفي المدرسة يحثان الطلاب على المشاركة في هذه المسابقة قائلين: على راغب الاشتراك سرعة التوجه إلى حجرة النشاط المدرسي، وستكون جائزة المركزين الأول والثاني مقدمتين من المؤسسة العامة للحي الثقافي قطارة. هيا. قال لنا معلم راغبي مشرفي جائزة. ما هذه الكلمات؟ نلاحظ أن كلمة مشرفي وجائزة تدلان على مفرد أم مثنى أم جمع؟ مثنى. مشرفي جائزة. كلمة معلم راغبي تدلان على جمع. أصل كلمة مشرفي هو مشرفين، وأصل كلمة جائزة هو ماذا؟ جائزتان. ما هذا يا معلمتي؟ سوف نرى الآن. أصل كلمة معلم هو معلمون، وأصل كلمة راغبي راغبين. لماذا حذفت النون في الكلمات هذه؟ لماذا حذفنا النون يا معلمتي؟ وما الإعراب الاسم الواقع بعد الأسماء الملونة؟ يقول لنا هذه لعبة: ما هي قاعدة حذف النون؟ يقول لنا: حذف النون، تحذف النون من آخر الاسم المثنى وجمع المذكر السالم عند إضافتهما إلى اسم ظاهر أو ضمير.
مرة ثانية، تحذف النون من آخر الاسم المثنى وجمع المذكر السالم عند إضافتهما إلى اسم ظاهر أو ضمير. هكذا هيا لنرى القاعدة. تحذف النون من آخر الاسم المثنى وجمع المذكر السالم عند إضافتهما إلى اسم ظاهر أو ضمير، مثل جاء طبيبان. هنا أثبت النون، ترك النون لماذا؟ لأن الكلمة غير مضافة هنا، ولكن عند الإضافة قال جاء طبيبا، حذف النون، جاء طبيبا الفريق، أضاف كلمة الفريق. هيا لنرى ما هو تعريف المثنى. المثنى اسم يدل على اثنين أو اثنتين بزيادة ألف ونون أو ياء ونون في آخره، يبقى بيدل، إذن بيدل على اثنين أو اثنتين. أما تعريف المذكر السالم، جمع المذكر السالم جمع يدل على أكثر من اثنين بزيادة واو ونون أو ياء ونون في آخره. بعدما استمعنا إلى القاعدة وتعرفنا الفرق بين المثنى والجمع، هيا لنقوم بحل التدريبات. نفتح الكتاب على صفحة رقم 114، ولكن يجب علينا أن نوقف الفيديو الآن ونقوم بحل التدريبات منفردا، ثم نرجع إلى الفيديو مرة أخرى. أعلم جيدا أنكم ستقومون بحل التدريبات بمفردكم لأنكم ممتازين. هيا نبدأ. أجرى العملية بارعان. أضع خط تحت الكلمات التي بعض النقط حتى أرى هل هي مضافة أم لا، هل تحتاج إلى إضافة. أجرى العملية طبيبة أم طبيبان، يقول لنا بارعان، طبيبان بارعان، أحسنتم، لم تحذف النون. الفجر، الفجر، ركعتا، حذفنا النون للإضافة. قرأت إعلانا يطلب مبيعات، مندوبي مبيعات. أنتما الإذاعة هذا الأسبوع، مقدمة الإذاعة مضاف. قابلت نقط المشروع، مهندسي المشروع. وصلت إلى ميناء حمد باخرتان. قدم الطلاب، ماذا قدموا؟ وجهتي، أحسنتم، شكرا لكم. عبر عن الصور بجمل تحتوي على ألف لينة. هذا النشاط سوف تقومون بحله وتصويره. لعبة بيت المفاجآت، اختر جزءا من أجزاء الصورة. لننتقل إلى السؤال الآخر، سوف أضعها لكم في الباوربوينت على الكلاس دوجو. هيا لنضغط على أي باب. تحذف النون من الاسم المثنى وجمع المذكر السالم في أول أم آخر؟ نصل إلى السؤال الثاني، يقول لنا حول الكلمة التي تحتها خط في الجملة الآتية إلى مثنى مرة وجمع مذكر سالم مرة أخرى. هذه أيضا واجب، سوف تقوم بحلها داخل الكتاب وتصويرها وإرسالها إلي. أتمنى أن يكون درس اليوم قد فهمتموه جيدا، وأريد من جميع الأسئلة. أحسنتم، مبارك الله فيكم، أراكم على خير في الحصة القادمة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.